الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. المهنئون إلى البيت. أنا وكافل اليتيم كهاتين، هكذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، يبشر المحسنين للأيتام. الآن ضفنا قوائم اليتامى لبلديتي التلعصة. برنامج وتعاون دأبت عليه الإذاعة الجزائرية من أشرف منذ سنوات طويلة، وبالتالي بدأت أو عندنا تقاليد من أجل إدخال الفرحة والسرور والبهجة على اليتامى، وما المبادرة الأولى إلا دليل على ذلك من خلال الاهتمام بيتامى لست بلديات، وبالتالي المحسن هو من يتكفل بشراء كسوة اليتيم لهؤلاء الأطفال. ولإذاعة همزة تواصل من خلال التوجيه النداء لكل المحسنين والمحسنات من خلال هذا الأثير الذي يجمعنا في رمضان. الإذاعة في هذا الشهر الفضيل تريد أن تدخل البسمة والسرور على الأيتام من خلال ربط هذه العلاقة بين الأيتام وبين المحسنين من خلال إيصالهم إلى هذه المحلات التجارية. فالإذاعة همزة وصل بين الأيتام وبين المحسنين في هذا الشهر الكريم، والحمد لله علمتنا السنوات الماضية أن العملية ناجحة، وهذا العام في الحصة الأولى وصلنا إلى 85 يتيم، نأمل أن يكون العدد مضاعف في الأعداد القادمة بإذن الله عز وجل. الصدقة أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي التي يتمنى الميت أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يتصدق. الميت لا يتمنى عودة من أجل الصلاة ولا من أجل الصيام ولا من أجل الحج، وإنما يتمنى الميت في قبره أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يتصدق.